كابتن ماهر، برضو خليني اسال حضرتك عن محمد الشناوي الحقيقه، لانه انا الفتره اللي فاتت يمكن من حقنا ان احنا ننتقد اداء اي لاعب، حق جمهور النادي الاهلي ان هو ينتقد اداء اي لاعب كمان، ولكن الحقيقه انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده في بدايه كلامي، انه الفتره اللي فاتت لقيت بعض الاكونتس الفيك اكونتس تخش تتكلم عن محمد الشناوي تحديدا عشان توجه جمهور بشكل او جمهور النادي الاهلي بشكل او باخر، ولكن كان بيرد عليهم دايما جمهور النادي الاهلي ان ده النجم الكبير وبيعمل وبيخلي وبيساوي، لكن في النهايه هناك زي تحس كده ان في اتجاه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هم رايحين لهذا الاتجاه ان هم يوقعوا محمد الشناوي. وجهه نظري ما اعرفش صح ولا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح يا اسلام طبعا انك انت النادي الاهلي البطل، الناس عايزه تنول منه باي طريقه، من ناحيه السوشيال ميديا، من ناحيه التوجه، من ناحيه الضغط عليه، واحنا شفنا يمكن يعني في الماضي كده والبطوله الافريقيه اللي ضاعت مننا، شوف الكم من الضغوطات اللي كانت على النادي الاهلي. ايوه. ففي توجه اكيد طبعا على البطل، هو البطل تملي اسلام بيبقى محطوط تحت المنظار، البطل تملي بيبقى يعني بلغه الكره مكروه. واخد بالك، هو اللي بيكسب، هو اللي بيحقق. النادي الاهلي 115 سنه بيحقق فيها انجازات، بيحقق فيها بطولات، فاكيد طبعا بيبقى التوجه بيبقى من خلال انك انت عايز تحبط الفرقه، عايز تحبط حتى النجوم. يعني واحد زي الشناوي بيعتبر نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بقى له 3 سنين بصراحه يعني بيحافظ على شباك النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكل كبير. بيحصل اخطاء، مش ممكن اسلام 3 سنين هفضل العب 3 سنين من غير اخطاء. بالظبط، بدون اخطاء. فان حد النهارده الاخطاء اللي يمكن حصلت مش الشناوي، اخطاء يمكن بسيطه والحمد لله يمكن كانت في الدقائق الاخيره، لكن طبعا عايز اقول لك ان دور سامي قمصان في الفتره اللي فاتت ديت، ان عوده الروح مره ثانيه لعيبه النادي الاهلي من ايجابيات الفتره اللي فاتت بعد رحيل المستر موسيماني. سامي قمصان ابن النادي الاهلي، ايوه، اللي بيوضب البيت بقى اسلام، ودي مهمه شاقه جدا جدا لسامي والسيد. ازاي بسرعه انك انت تبدا توضب البيت في اللي فات يعني، طبعا عشان الراجل اللي جاي. فالحمد لله رب العالمين سامي قدر يرجع لنا حاجات جميله جدا كنا فاقدينها في خلال الفتره اللي فاتت، حته روح الفنانه الحمراء، روح اللعيبه. النهارده اللعيبه بتلعب باصرار بشكل كبير جدا. التوازن والشكل الاستراتيجي اللي بيلعب بيه سامي، ومنها تقارب الخطوط اللي كان ناقصنا بقى لنا فتره، التامين الدفاعي اللي كان برضك ناقصنا بقى لنا فتره، النهارده بقى في شكل الاستحواذ، الانتشار، الضغط، ودي حاجات كلها بصراحه بترجع لسامي اللي نضج بشكل كبير، ودي سمه ولاد النادي يا اسلام. لما بيتولوا المهمه، كابتن عادل تولى المهمه قبل كده، كابتن فتحي مبروك، كابتن زيزو، حسام البدري، محمد يوسف، فمن الامانه بصراحه الناس بتشتغل بجديه، بتشتغل بتركيز وحبا في ناديها، اقل حاجه تقدم له هذا المردود. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني ربنا يبعدنا عن الاصابات، لان عوده اللعيبه السته هيفرقوا معانا بشكل كبير، هتدي مساحه كمان لسامي ان هو يقدر يبقى عنده استراتيجيه في الاداء، عنده لعيبه يقدر يعتمد عليها بشكل كبير. كمان في نقطه مهمه جدا اسلام، حته اشراك الناشئ. بحيي سامي قمصان ان هو زي ما كابتن عادل قال قدر يشرك لنا الناشئ في وقت وتوقيت صعب مهم جدا، وصعب. وصعب جدا، في ثبات في التشكيل، اداء اللعيبه، الخبره اللي موجوده بتساعد الاولاد الصغيرين. النهارده بقى في منافسه لاولادنا، ذكرنا مصطفى شوبير قبل كده في المباراه الكاس، كوكا طبعا، وزياد طارق، زياد، فدول ان شاء الله باذن الله من اللعيبه الواعده اللي مستنيين منهم كتير ان شاء الله.